أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. طقس الغد غائما جزئيا بوجه عام ومغبر أحيانا على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة على أغلب المناطق، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.